السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقات برنامجنا الجديد تاريخ القلصنة. وإحنا كنا أنا كنت اتكلمت قبل كده حوالين شعوب البحر ودورها في عملية القلصنة، وقلنا إن دي ممكن تكون أقدم عمليات قلصنة موثقة في التاريخ، قلصنة بحرية بوجه الخصوص. وكنا بنقول هنشرح تاريخ القرصنة كله عشان ده هيخلينا نفهم شعوب البحر بشكل أعمق وشكل أوضح، وفي نفس الوقت بنعرف تاريخ العالم. القرصنة والسرقة جزء من تاريخ العالم، القرصنة مش حديثة، قديمة جدا. السرقة واحدة من الحاجات القديمة اللي موجود لها عقاب في كل القوانين القديمة من آلاف السنين. الإنسان عارف السرقة وعارف إن دي جريمة ولازم يتعاقب عليها اللي بيقوم بيها، وهتلاقي في كل القوانين السارق ليه عقوبة. مبدئيا هنتكلم عن كلمة قرصنة. قرصنة بمعناها العام اللي الناس فاهماه سرقة بتحصل في البحر، ولو ان عمليات القرصنة في اوقات كتير بتتم ضد المدن، يعني السفينة بترسع الشط وينزل القراصنة يهاجموا المدن، لكن بمعنى الحديث هو ان قطاع طرق، خلينا نقولها بالمعنى الدارج، هي عبارة عن قطع طرق سواء في البر او في البحر. فممكن نعتبر ان العمليات القديمة اللي كانت بتتم، اللي كنت بقول عليها في الفيديوهات اللي فاتت، غزوات سلب ونهب، ممكن نعتبرها نوع من أنواع القرصنة برضه، لكنها كانت قرصنة برية. النهاردة معانا كتاب تاريخ القرصنة في العالم، ياتسك ماخوفسكي. ده كاتب روسي إلى حد ما بيحاول يعرض تاريخ القرصنة من وجهة نظره، وهو في وجهة نظره بادئ من الإلياذة والأوديسة وبيدينا التاريخ الغربي. هو ميال أكتر للتاريخ الغربي من وجهة نظره يعني، فبيشرح لنا تاريخ القرصنة من خلال المفهوم ده. وبالتالي احنا هنعتبره مصدرنا الرئيسي في الحوار، وإن كنا هنستعين بكتب أخرى لو كملنا في الحلقات دي شويتين ثلاثة، لأن في عمليات قرصنة كتير مش مثبتة هنا في الكتاب تم التغاضي عنها، أو إنه هو كان بيسعى بسرعة عشان يوصل للقرصنة اللي حصلت في بداية عصر النهضة. قرصنة عصر النهضة هو ده الأساس اللي هو مركز عليه في كتابه، فإدى نبذة عن القرصنة في التاريخ القديم، القرصنة في العصور الوسطى، كله بسرعة عشان نوصل لقرصنة عصر النهضة دي وقرصنة الكاريبي اللي بنشوفه في الأفلام والناس دي كلها. فهنكمل الجزء الناقص من كتب تاريخية تانية حوالين عمليات قرصنة أقدم حصلت في التاريخ، وزي ما قلنا ممكن هنمشي من الكتاب ده في حلقات كتير، خصوصا لما ندخل على القرصنة في العصور الوسطى وعصر النهضة. هو شرحها بشكل كويس جدا، وهنبدأ بالفصل اللي هو مسميه في الكتاب قرصنة العالم القديم، ولو ان ممكن ان نسمي الحلقة قرصنة اليونان. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. قرصنة العالم القديم. الكاتب بيقول: أشرقت شمس القراصنة من قديم الأزل، ويمكن أن نقول بكل شجاعة أنها ظهرت مع ظهور الملاحة البحرية في العالم القديم، وأصدر هنا على القرصنة البحرية عموما. في العالم القديم اشتغل بها الفينيقيون، أقدم وأفضل من ركب البحر. المعلومة فيها قيل وقال، هل الفينيقيين كانوا هم نفسهم بيشتغلوا قراصنة؟ في مؤرخين قدماء قالوا كده زي هيرودوت، وفي قالوا ان لا، ده الاغريق كانوا بيفتروا عليهم عشان كانوا منافسينهم في التجارة. ثم جاء بعدهم الاغريق، دخلت القرصنة حياة بعض القبائل الاغريقية الصغيرة، بل انهم عدوها حرفة رفيعة المنزلة. ومبدئيا زي ما قلنا كان في قرصنة قبل كده، واتكلمنا عن التجارة اللي كانت حاصلة في نهايات العصر البرونزي، وإزاي كان حركة القرصنة اللي قامت دمرت الحضارات دي، والحركة دي اللي اتسمت باسم شعوب البحر من أوديسي إلى بومبي. مبدئيا طبعا أخيل وأوديسيوس دي شخصيات خيالية موجودة في الإلياذة،
حتى الناس اللي بتقول ان كان في طروادة بتيجي عند مستوى الشخصيات اكيد الدنيا بتختلف. مفيش حد اسمه اخيل، مفيش حد اسمه اوديسيوس، واضحة. وبالتالي لو جينا نحط الافكار اللي كانت موجودة في الكتاب في الإلياذة او في الأوديسة، هي افكار الشاعر هوميروس او الشعراء اللي كتبوه، فمن الواضح انها هتعبر اكتر مش عن عصر اخيل واوديسيوس، هي بتعبر اكتر عن عصر الكتبة اللي كتبوا فيها. يعني احنا بنتكلم عن حوالي من سنة 800 لسنة 200 او 230 قبل الميلاد، الوقت اللي اتكتبت فيه الإلياذة والأوديسة بالشكل اللي وصل لنا فيه، او ان الكاتب بينقل اخبار قديمة هو كان سمعها. ده وارد وده وارد، بس في كل الاحوال مش شرط ان يكون ده تأريخ حقيقي حصل. لم يكن اخيل بطل حرب طروادة الذي خلده هوموس هو قوسان، على انهم كانوا ينظرون الى القراصنة في ذلك العصر نظرة تختلف تماما. يعترف اخيل في الإلياذة بانه احترف القرصنة دونما احساس بالخجل، بل يمكن القول ان اعترافه يشوبه شيء الكثير من الاحساس بالفخر، وينشب بطل اخر من ابطال هوموس هو اوديسي في الفخر بمآثره في القرصنة امام الكنوة بقوله. وهنا برضو عايزين نقول ان في الإلياذة نفسها، يعني هو اخيل قال انه اشتغل فترة في السطو في البحر. برضو العرب مثلا قبل الاسلام كان في عندهم نفس الفكرة، كانوا بيفخروا بالاغارة على الناس الاخرى واخد ممتلكاتهم، وكانوا بيعتبروها نوع من انواع الحرب، وبالتالي هي عندنا في تاريخنا وعندهم في تاريخهم، فهو شيء ما يعيبش الشخصيات دي عموما بالنسبة للزمن ده. المهم اوديسيوس بيقول بقى، حملتنا الريح من مدينة إيلون إلى أسمار حيث يعيش الكيكونيون، فأما المدينة فقد دمرناها، وأما السكان فقد أبدناهم، ولقد سبينا الزوجات، وبعدها شرعنا في توزيع الكنوز الكثيرة التي نهبناها على مختلف أشكالها بالقسطاس. لقد كنت مصمما على الإسراع بالفرار، ولقد سمع الجميع الأمر، ولكن المجانين لم يستمعوا إلى نصيحتي المخلصة. طبعا اوديسيوس دايما معروف عنه ان هو العاقل الحكيم كده، بيسرق بس نهرب بسرعة. فاذا بهم وهم الذين كانوا يترنحون من السوق يقومون على الشاطئ الرملي الولائم، فيذبحون اغناما كثيرة وثيرانا ذات قرون معقوفة، وما هي الا برها قصيرة، حتى ذهب الكيكونيون الذين افلتوا من المدينة الى حيث تجمعوا هم وجيرانهم من الكوكينيون في جيش جرار خبير بفنون القتال على ظهر الخيل، ولا يقل رجاله شجاعة عن رجالنا. لقد بدت كحافلهم فجأة في غزارة اوراق الشجر، او مثل ظهور الربيع الاولى، عندئذ بات من الجلي ان كرنيون قد أعد لنا مصيرا بائسا وأهوالا ومصائب كثيرة. كنا متمسكين نصد هجومهم، ما بقى الصباح ممتدا وما استمر النهار صاعدا، على الرغم من أنهم كانوا يفوقوننا عددا، ولكن عندما أذن هيليوس بالأفول وحانت ساعة فك عدة الثيران. هيليوس إله الشمس، فالشمس لما جت تغرب، ده قصده، عن كواهلها اضطر الكينوكيون الاخيون للفرار. ده واحدة من الحوادث اللي وصفها هوموس. وهاكم وصف اخر لمآثر وردت في الأوديسة، بيقول: شهر بتمامه قضيت مع اطفالي وزوجتي في منزل الأسرة أنعم بها وسط ثروتي الكبيرة، ولكن في نهاية الأمر صار بي رغبة للذهاب إلى مصر، فبعد أن اخترت الرفاق الشجعان أعددت السفن. ولكن لما كان اليوم السابع خرجنا إلى البحر الواسع تاركين كريت، وحملتنا بورييه باردة بليلة في سرعة ورفق. بعد 5 أيام وصلنا إلى الطيار مصر الرائق الرشيق. وصلنا في أحضان هذا التيار، وفجأة إذ بالرغبة الجامحة تشتعل بداخلهم، فيفقدون عقولهم ويشعرون في نهب الحقول
المصريين المسالمين الخصبة، ثم يندفعون ليبدأوا في خطف الزوجات والأطفال الصغار وقتل الأزواج بصورة وحشية. سرعان ما وصل الإنذار إلى سكان المدينة. مع بزوغ خيوط الفجر الأولى كان قد وصل إلى المنطقة جيش قوي بعرباته ومشاته وأسلحته النحاسية البراقة، وإذ بالأرض كلها قد لفها لهيب القتال. أما زيوس الذي كان يلهو مسرورا بالرعد فقد دفع رجالي إلى هروب مزر، ولم يتمكن أحد منهم من الثبات أمام قوة العدو. كانوا في ليلة كده فكروا يغيروا على مصر، بس النظام اللي في مصر كان بيخلي الجيش بيوصل بمنتهى السرعة للأماكن دي. لقد قتلت الأسلحة النحاسية الكثير من رفاقي، ووقع كثير آخرون في الأسر. سيقوا غصبا إلى المدينة ليعملوا هناك عبيدا بائسين يستاهلوا. طبعا اللي غير على اللي يحاول إنه يهجم على مصر يستاهل اللي يحصل. على أن الذي فك كل قراصنة العالم القديم ربما كان بوليقات طاغية جزيرة ساموس، كان من 527 ل 522 قبل الميلاد، وده تقريبا معاصر لقمبيس. جزء لأن داريوش مات 529، والمفروض قمبيس هو اللي مسك في الفترة دي. دخل مصر 525 ومات بعدها بحوالي 3 سنين، مات 522 521 كده. استطاع بوليقات أن يبني أسطولا ضخما بمقاييس قيس عصره، سيطر به دون منازع على بحر ايجا. بحر ايجا ده اللي هو المنطقة في البحر المتوسط المنتشر فيها الجزر اليونانية. كان بوليقات طموحا إلى أبعد الحدود، ماكيان لا يعرف الرحمة، ذاع صيته كراعي للفنون والعلوم. جمل المدينة بمباني رائعة، وجذب إلى بلاطه أبرز الشعراء، ولكنه من ناحية أخرى اكتسب سوء السمعة باعتباره وحشا ولصا. فبعد أن استولى على ساموس بمساعدة إخوته، شرع على الفور في قتل أخيه بنتاجونوت، بينما قام بنفي الآخر سولزاند حتى يجمع السلطة كلها في يديه. ولكي يضاعف ثرواته احترف النهب البحري وفرض إتاوات ضخمة على قباطنة السفن. على أن طاغية ساموس تميز بالطبع على أقرانه ومارس القرصنة على مستويات ضخمة، إلى الحد الذي دفع بعض المؤرخين للقول اعترافا بأفضاله بأن بوليقات هو أعظم قراصنة العالم القديم. وفي عام 522 قبل الميلاد لجأ طاغية آخر من فارس، هو قمبيز كان حاكم ما كانش كويس، بس في النهاية ما قلش عليه طاغية. هو قمبيز ما كانش أطيب واحد في الدنيا، بس في النهاية لقب طاغية يعني كتير صعب أوي عليه يعني إنك تقول عليه، وخصوصا زي ما شفنا إن هو قاتل واحد حرامي حتى لو كان ملك وحرامي. يدفع الخوف من جبروت جزيرة ساموس الآخذ في التعاظم إلى خيان بوليقراد غدرا في منجسيا، ثم قام بصلبه. أدى مصرع طاغية ساموس إلى اشتداد أعمال النهب البحري في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. كان بوليقات قويا إلى الحد أن الكثيرين من أتباعه ظلوا لمدة طويلة يمارسون نشاطهم بعيد عن مناطق نفوذه. طيب يعني هو كان كبير الحرمية مرة تانية، وكون إن أي حاكم فارسي سواء كان قمبيز أو الحاكم اللي مسك بعده ده كام شهر لحد ما يمسك داريوش الأول هو اللي قام بقتله، ففي النهاية الاتنين كان عندهم حق يعني، أكيد أغار على ممتلكاتهم. وقد قام أحد حكام جزيرة كريت بإرسال أسطوله بأكمله للقضاء على القرصنة البحرية. كان هذا الحاكم قد مارس هو نفسه القرصنة قدم من الزمان على غراب بوليقات، ومن ثم فقد كان يشكل خطرا على أعدائه. وبعد سنوات طويلة من المعارك الدامية أصبح حاكم كريت الشجاع سيدا للموقف، حتى أن النصر الذي عقد لواءه كان من الاكتمال، بحيث تسنى له أن يفرض إرادته على الإغريق وأن يمنع وجود أكثر من 5 من القادة على ظهر كل سفينة. وقد نجح هذا الاتفاق في الحيلولة دون تعاظم عمليات القرصنة في المياه الإغريقية، على أن ما إن توفى الحاكم المنتصر وأصاب ضعف القدرة العسكرية لجزيرة كريت حتى بعث النهب البحري من جديد. مبدئيا أنا معرفش مين الحاكم ده، فالقصة على
عهدة الكاتب. حاولت حتى ادور عليه، اللي اعرفه اللي هم مينوس بس، يعني مينوس والحضارة اللي هي كانت موازية في القرن ال17 وال16 قبل الميلاد، وبعد انتهائها ما عنديش خلفية مين الحاكم ده عموما. على الرغم من تلك الثقافة الروحية الرفيعة، ده بيتريق ولا ايه، التي كانت لدى الإغريق القدماء، فإنهم كانوا نسبيا فقراء، لم يستطيعوا أن يجمعوا الثروات الضخمة في بلادهم، وذلك على العكس تماما من جيرانهم في البحر وهم الفينيقيين. طبعا لما اتكلمنا عن قصة يوسيوس اللي دخل الديمقراطية أثينا، قلنا برضو إن هو كان دخل الديمقراطية أثينا ومشي بالسفينة بتاعته يخطف الستات من كل حتة، فالموضوع عادي. وطبعا كون اليونانيين فقراء ده دليل ان الحرام ما بينفعش يا جماعة، الحلال هو اللي بيبقى. نتكلم عن الفينيقيين. الفينيقيين حملت مراكب تجارتهم الكهرمان من بحر البلطيق والقصدين من انجلترا، وقام هؤلاء التجار بعمليات التبادل التجاري بين شمال افريقيا واسبانيا وفرنسا. كل الكلام ده مشروح في فيديوهات الفينيقيين، 5 فيديوهات عن الحضارة الفينيقية هتلاقوها موجودة على القناة او 4، وشارحين كل ميناء والآثار اللي موجودة فيها وكل الكلام ده، فمش هنرجع نعيده تاني. خلاص الفينيقيين كانوا تجار شاطرين وراحوا أماكن كتير بعيد، وكان عندهم نقطة ضعف هنتكلم عليها تاني، اللي هي الفكر التجاري البحت اللي مش باصص لقدام، باصص فقط للمصلحة في الوقت الحالي، مصلحة دلوقتي بس. وده اللي كان دايما، وده اللي ضيعهم قدام الرومان، وده اللي هنشوفه هنا كان غلطتهم مع القراصنة. كان الفينيقيون من الثراء، بحيث لم يكن من المستطاع إلا أن يثيروا مشاعر الغيرة لدى جيرانهم الأقل حظا، الأمر الذي دفع أبناء الإلاذة الذين تميزوا بعلو الهمة وقوة العزيمة إلى الاشتغال بالقرصنة. وده أنا شايفه تبرير تافه جدا وغريب جدا، يعني إزاي كده؟ بمنتهى البساطة، لو أصلا فكرة أخيل وأوديسيوس وأوديسي كانوا قبل أصلا موضوع الفينيقيين بفترة، وهكذا. فكلما سار التطور التجاري إلى الأفضل بالنسبة للفينيقيين وازدادت الثروة المنقولة على مركبهم، اشتدت عمليات السطو في بحر إيجا. وبفضل السخاء الذي كان الفينيقيون يدفعون به الأموال للصوص البحر في هيئة فدية وتعويضات، ازدهرت القرصنة على نحو غير مباشر في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط. لقد أصبح القراصنة في واقع الأمر شركاء للفينيقيين في تجارتهم، إذ يحصلون منهم على نسبة محددة مما يحققونه من أرباح. ده ممكن ده عيب كان في الفينيقيين، بيستسهلوا الدفع. طالما الموضوع في فلوس نلم الفلوس مع بعض وندفع، وده اللي عملوه مع الرومان في أكتر من مرة من حرب، وكانت النتيجة النهائية إن قرطاج اتدمرت. وفي عصر برقل أصبح القراصنة من القوة، بحيث أنشأوا دويلات لهم، كانت الدول الأخرى تعقد معهم اتفاقيات. لقد أسهم نمو القرصنة في المياه الإغريقية في تحسن الظروف الجغرافية، متاهة الجزر والخط المنكسر للشاطئ. وقبل ما نعدي الجزء الفينيقيين ده، لازم نقول ملحوظتين كمان لاحظناهم في شعوب البحر. مبدئيا اول واحدة فيهم، سفنهم كانت قريبة في الشكل من السفن الفينيقية، والخطوط اللي مشوا عليها كانت قريبة من خطوط الفينيقيين. تاني حاجة، سور كانت من المدن اللي ما اتهاجمتش. هل معنى كده ان الفينيقيين كان لهم علاقة بشعوب البحر؟ اعتقاد الشخصي ان لا، هي الفكرة نفس الفكرة اللي احنا قلناها من شوية، ان هم دفعوا، هما قرروا ان هما يدفعوا من بدري. لقد اسهم نمو القرصنة في المياه الاغريقية في تحسين الظروف الجغرافية، قلنا الجزء ده معناها ان مع حركة القرصنة والكر والفر ما بين السفن، الناس بدأت تحفظ الطرق في بحر ايجا، وده بحر معقد نتيجة الجزر الكتير اللي مليان.
فضلا عن اسهامها في ارتفاع مستوى فن الملاحه البحريه انذاك، كان الناس قديما يبحرون بالاشعه نهارا فقط وبمحاذاه الشاطئ، حريصين على الا يغيب عن اعينهم وما ان يرخى الليل سدوله حتى يحتموا بواحد من الخلجان العديده في ذلك الزمان. دأب القراصنه على التربص بضحاياهم وسط الجزر الصخريه البحر ايجا، وكذلك في خلجان شبه جزيره بليبونيوس جنوب اليونان، ليقوموا بالهجوم المباغت عليهم ليلا. كان القراصنة يعملون النهب والسلب في المدن الواقعة على الساحل مثلما كان الفايكنج. وفي الزمان الغابر كانت قراصنة البحر الأبيض المتوسط يقومون بغاراتهم وفق خطة محكمة، فكانت زوارقهم تقوم خفية تحت جنح الليل بالمرور على الميناء، وقد لفت حول مجاديفها أربطة عشان ما تعملش صوت، ثم تقوم على مدى بضع ساعات بأعمال تجسس دقيقة، ثم بعدها يكون الهجوم المفاجئ على الضحية، ثم تعود إلى المراكب. يمكن للمرء اليوم بعد انقضاء آلاف السنين أن يلتقي على أرض اليونان بأطلال المباني الفريدة، من بينها تلك القلاع الدفاعية الصامقة التي شيدت فوق التلال العالية في أعماق اليابسة. ها هنا كان سكان الجزر يبحثون عن الهاربين من هجوم القراصنة، ومن أعالي هذه الأبراج كانت تتصاعد الإشارات الدخانية تطلب العون من الجيران. كنا اتكلمنا عن الأركيولوجية بتاعة المباني دي وإزاي كانت مبنية بشكل ملخص في حلقة شعوب البحر جزر اليونان، والآثار اللي عليها اللي بتدل إن هي اتهاجمت من شعوب البحر. بمرور الزمن كسب الإغريق حلفاء لهم ذوي شأن عظيم، فبعد انقضاء الحرب البونية الثالثة لم تتعرض قرطاج الجبارة لأي هزيمة. لقد الجملة مترجمة غلط. بانتهاء الحرب البونية الثالثة لم يعد لقرطاج وجود عموما. يعني ايه لم تتعرض قرطاج لأي هزيمة؟ تعرضت قرطاج العظيمة أو الجبارة لأول هزيمة، ده المنطقي، دي الحقيقة اللي حصل. لقد هو هنا زي ما بنقول في خطأ في الترجمة، والقصد على الحلفاء اللي هم الرومان. لقد تحالف الإغريق مع منافسي الأمس من بحار الفينيقيين المهرة، عندئذ انتشرت حمى القرصنة لتشمل حوض البحر الأبيض المتوسط بأسره بدءا من هيليسبونت وانتهاء بأعمدة هرقل. هو قصده بعد الحرب البونية الثالثة، وبعد ما نجح الرومان في ان هم يدمروا قرطاج ويهجروا اهلها منها، ان البحاره القرطاجيين اتحالفوا مع الاغريق ودخلوا معاهم في موضوع القرصنه. فبدا بعد ما كانوا تجار بقوا بيحملوا معاهم اللصوص عشان يهاجموا الشواطئ. لقد وصلت الجراءه بالقرصنه لحد انهم اقدموا على الهجوم على اوستيا ذاتها. مارس القرصنه ابان راسه ومراكبهم على الشاطئ قطع الطرق. وقد حدث ذات مرة أنهم تمكنوا إبان وجودهم بالقرب من أبواب روما نفسها أن يقبضوا على قاضيين من قضاة روما ومعهما مساعدهما، وده بيحصل في عصور كتير جدا يعني. اضطر مجلس الشيوخ إلى توجيه بعض الحملات ضد القراصنة، رأي أنها لم تكلل بالنجاح. وصل الأمر إلى حد أن القراصنة استطاعوا في القرن الأول قبل الميلاد إلى تعريض روما لحصار بحري، حصار بكل معنى الكلمة. يا له من وضع شاذ ذلك الذي نتج عن كون الرومان لم يبلغوا حتى ذلك الحين ما بلغاه أعدائهم الإغريق والفينيقيين من مستوى رفيع في فنون الملاحة البحرية. لقد ترك الرومان مقاليد التجارة البحرية في أيدي الغرباء الذين استأجروهم من بين أبناء الشعوب التي تم لهم إخضاعها، إذ لم تكن لدى الإيطاليين أي تقاليد بحرية، كما أن الرومان لم يكن بمقدورها بناء أسطول قوي في زمن قصير. برضه هنا اختلف مع العبارة دي الحرب البونية، لما جينا نتكلم عنها في الحرب البونية الأولى تقريبا الرومان نجحوا إن هما عملوا جيش كبير 750 سفينة في فترة قصيرة جدا، ونزلوها البحر بمنتهى السرعة، بل واخترعوا جهاز جديد اللي هو الغربال اللي كان بيمسكوا بيه السفن التانية ويعدوا المشاة بتاعهم من سفينة لسفينة، وبالتالي حولوا المعارك البحرية لمعارك شبه برية. لا أعتقد الرومان كان عندهم نفوذ، ما كانوش بقدرة بقى وموهبة الملاحة اللي كانت عند الفينيقيين وعند الإغريق، ده ممكن،
لكن ما كانش ليهم تقاليد بحرية، لا كان ليهم تقاليد بحرية وكان عندهم أسطول بحري، وإلا ما كانتش روما هتبقى قوة عظيمة. لقد أهدرت روما قواها في الحرب الأهلية التي دار طرحها بين أنصار ماري من ناحية وأنصار سولا من ناحية. سولا الدكتاتور الروماني اللي كان داخل معاهم في خلاف حوالين طريقة تعاملهم مع النبط او البونتس او البانتس، بيفكرك اسمها ببلاب بونت بتاعت حتشبسوت، ولكنها دي كانت زي ما نقول بلد كانت موجودة في تركيا، تركيا الحالية، وكانوا مختلفين حوالين التعامل مع البنطيين اللي بيجوا منها. ف المهم حصل خلاف، قرروا ان هم ينفوا سولا ويبعدوه، لكنه اخد جيش جرار ودخل روما بالعافية واعلن نفسه ديكتاتور، وبعد 3 سنين طلعت عليه اشاعات انه عايز يمسك الحكم للابد، فالراجل تأييدا للديمقراطية قدم استقالته ومشي. كان الكلام غزو روما تقريبا كان حوالي سنة 82 قبل الميلاد، واستقالته سنة 89 ومات بعدها بسنة، سنة كانت 79 يا ربي، 82 79، وتوفى سنة 78. وقد عمد لصوص البحر إلى استغلال هذا الضعف لدى الجمهورية الإيطالية، حتى بلغ الحصار أشده حين أصبح الثلث فقط من إجمالي كمية الحبوب المستوردة من مصر يصل إلى روما. كانت مواقع القراصنة الرئيسية تتمركز آنذاك في كل من كلاكيليا وبامفيليفيا وإيسوريا، وقد أخذت حالات السطو المتفرقة تتحول بالتدريج إلى حرب منظمة، إذ أن متريدات قدم ملجأ للصوص البحرية في موانيه، بل وقدم لهم سفنا ليتمكنوا بها من تحقيق نجاح أكبر في حربهم ضد روما. وده ممكن يكون كان شايفه أسلوب من أساليب المقاومة، إن أنا مش قادر أحاربهم، أنا جيب لهم حرامية وحطوا لهم يبهدلوه. وفقا لاقتراح الخطيب الشعبي أفل جابيني، جرى تكليف بومبي في العام 67 قبل الميلاد بمهمة إنزال هزيمة ساحقة بالقراصنة. طبعا في حادثة هنذكرها قدام حصلت ليوليوس قيصر في أيام سولا الدكتاتور، المفروض الحادثة دي كانت سابقة لبومبي عشان نبقى مرتبين التاريخ صح. بومبي بعد الحادثة دي سنة 67، والحادثة حصلت أيام سولا، يعني حوالي سنة 80 أو 79 قبل الميلاد، فقبل الموضوع ده ب 13 سنة. حمل بومبي، طبعا لو أنت مش عارف بومبي ويوليوس قيصر فأنت في القناة الغلط. بومبي القائد العظيم الروماني، ويوليوس قيصر طبعا معروف عشيق كليوباترا يعني. حمل بومبي مسؤولية قيادة القوات في كل أنحاء البحر الأبيض المتوسط. أصبح لبومبي أسطول مكون من 500 سفينة وجيش قوامه 120 ألف رجل، على أنه وضع في اعتباره أن المواطنين لم يتسنى لهم بعد امتلاك ناصية فنون الملاحة البحرية، وهو يلجأ إلى تزويد سفنه ببحارة من الأجانب دون أن يترك لهم في الوقت نفسه أي سلاح في أيديهم. وقد ألزم بومبي هؤلاء الأجانب بتعليم المقاتلين الرومان الذين كانوا من الضروري أن يحملوا على كاهلهم عبء المعركة. لقد تكللت خطب بومبي الاستراتيجية بالنجاح أيضا. أدرك بومبي استراتيجي المستقبل الماهر أن القضاء على أوكار القراصنة المنتشرة في كل أنحاء البحر الأبيض المتوسط أمر يتطلب عشرات السنين، في الوقت الذي يتطلب منه إنجاز هذه المهمة الضخمة في مدة لا تتجاوز 3 سنوات. قرر بومبي مهاجمة أكبر مراكز القراصنة جميعا في وقت واحد، ولتحقيق هذا الغرض قسم بومبي الجزء الغربي للبحر الأبيض المتوسط إلى 30 منطقة، وأفض لكل منها قائد بعد أن وضع تحت إمرته عدد من السفن. على هذا النحو وجه بومبي عدد من الضربات إلى سواحل أسبانيا وفرنسا وأفريقيا وصقلية وسردينيا، على أنه أرجع تصفية الحساب مع أقوى أوكار القراصنة الموجودة في بحر إيجا وعلى سواحل آسيا الصغرى إلى وقت متأخر. ومش أرجعه، وقسم البحر المتوسط جزئين غربي وشرقي،
قرر في البداية انه يهاجم الجزء الغربي من البحر المتوسط، الجزء الغربي من البحر المتوسط، فرنسا واسبانيا، رغم ان يتهيأ لك ان مساحة الشواطئ كبيرة، مساحة كبيرة في البحر، لكن الجزر والتعريجات اللي فيها قليلة. اما الجزء الشرقي وخصوصا منطقة بحر ايجا والجزر اليونانية الكتير المنتشرة فيه، بتخلي المنطقة هناك صعبة، مساحات شواطئ كتيرة، متاهات بتلف في وسطها، فبالتالي بتخلي الموضوع أصعب. هو قرر إنه يهاجم الجزء الواسع يفضيه، وبعد كده يدخل في الجزء الضيق اللي مليان متاهات، المتاهة دي. فهو طرد القراصنة من الجزء الغربي من البحر المتوسط أعاد بومبي إطلاق أسطوله إلى الجزء الشرقي من البحر حتى لا يعطي العدو أي فرصة لالتقاط الأنفاس. انسحب القراصنة وكتملكهم الرعب من جراء هذا البحر، من جراء هذا البحر الفسيح المكشوف. لاجئين للاختباء في متاهات الجزر والخلجان الطويلة الضيقة، وعندما خارجها حيث بنوا استحكاماتهم، ها هي الطرق البحرية قد أصبحت أخيرا حرة أمام السفن التي راحت تحمل الحبوب من جديد. ابان ذلك ترامت إلى أسماع بومبي إشاعات مفاداها أن القراصنة قد أصابهم الذعر وبدأت الانشقاقات تشق صفوفهم، فقرر انتهاء هذه الفرصة انتهاز هذه الفرصة ليوجه إليهم ضربته القاضية. في نفس الوقت لم يفقد بومبي بصيرته النافذة، فوعد مقدما بالعفو عن كل ما من يعلن استسلامه دون قتال. ودي واحدة من الحكم اللي احنا لازم نتعلمها، مش شرط تبيد كل اعدائك، مش هتعرف تبيد كل اعدائك، لازم تسيب مسافة للعفو للناس اللي قدامك عشان تكسر صف العدو. يمكن ده كان عيب من عيوب الاخوان المسلمين لما مسكوا مصر، اعتبروا كل اللي كان شغال قبلهم اعداء فلول النظام. انت لو بمنتهى البساطة كنت اتعاملت زي بومبي، ايه اللي عايز يشتغل معانا يشتغل، الدنيا مفتوحة خلاص، الاسلام زي مبدأ زمن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاسلام يجب ما قبله، خلاص السوى تجب ما قبلها، واللي هيمشي معانا في الطريق سوا هيبقى ليه مركز وليه مستوى. لكن انت كنت كل ما يجي حد يترشح لمنصب منهم، لا 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 دول فلول النظام، لا احنا كده بنستنسخ النظام القديم. النتيجة انك خلقت لنفسك كمية من الاعداء ما تقدرش تقضي عليهم، هيشيلوك. الموضوع بالبساطة دي، لازم دايما ما تخليش عدوك ده للحيط، اديله منفذ، اديله مكان يهرب منه. طول ما هو عنده مكان يهرب له هيفضل الهرب على المواجهة، وبالتالي هتقدر تقضي عليه بشكل اسرع. سرعان ما أتت هذه الخطوة ثمارها، فلم تجد الفيلق الرومانية مقاومة إلا هما سوى في قلاقلة. وقف متروديت طبعا اللي كان فاتح المواني بتاعته لسفن العدو، لسفن القراصنة عشان تهاجم روما. لقد أخذ بمجامعه الدهشة والخوف يرقب كيف يتلقى رعاياه الهزيمة تلو الأخرى، وكيف تتساقط مركب القراصنة في أيدي أعدائه. 3 أشهر فقط بدلا من 3 سنوات استطاع فيها بومبي أن يتغلب على قراصنة البحر الأبيض المتوسط. اتخذ بومبي من كلايكلا قاعدة له بعد الانتصار الذي أحرزه، وقام بتجربة فائقة الغرابة سعيا وراء توطيد سلطته. لقد أطلق سراح العديد من القراصنة وأسكنهم أوروبا بعيدا عن سواحل البحر، وعلى وجه الخصوص في كلايكلا وأخايا. المدن اللي هو دمرها سكن فيها القراصنة دول وإداهم فرصة للعمل عشان ما يرجعوش للسرقة مرة تانية. مغامرة يوليوس قيصر، زي ما قلنا هو الحدثين مش مكتوبين بالتاريخ، يعني بومبي وحملته كانت بعد اللي حصل يوليوس قيصر، مش يعني كانت بعد اللي حصل ليوليوس قيصر مش قبل. بومبي أحداثه كانت حوالي 68، هنا حوالي 81 أو 80 قبل الميلاد. إيه اللي حصل ليوليوس قيصر مع القراصنة؟ انقضى العام 81 قبل الميلاد. كانت روما في تلك الفترة تحت حكم الديكتاتور سولا الذي صعد إلى السلطة بعد معركة حمية الوطيس. عاش سولا في رعب دائم بسبب رغبته في الحفاظ على تلك السلطة. الحقيقة لا، حقيقة ان سولا قدم استقالته بعد 3 سنين بس، هو كان عايز يثبت نظام حكم وحكومة، بعدين قدم استقالته ومشي ومات بعديها بسنة. لكن
كان طريقته استبعاد الخصوم السياسيين عشان الدنيا تستقر أسرع، الأمر الذي دفع به إلى ملاحظة أعدائه الحقيقيين منهم والمزعومين بلا رحم. وعلى رأس هؤلاء كان ماري الذي نفاه سولا بعد أن دانت له الأمور خارج روما هو وأنصاره، خاصة من تميز من بينهم بالكفاءة والثروة والنفوذ. كان من بين من طردوا شابا له هيئة النبلاء ينتسب إلى واحدة من عائلات روما الأرستقراطية صاحبة النفوذ الواسع. رأى في سولا خطرا عليه على نحو خاص نظرا لما كان يتمتع به هذا الشاب من علم وموهبة فائقة. هو استبعده مع الناس كلها، يعني شاف خطورته هو بالذات. ده وجهة نظر الكاتب. لم يستسلم هذا الشاب الذي كان يدعى يوليوس قيصر لليأس بعدما عرف بقرار الدكتاتور، وسرعان ما تأقلم على وضعه الجديد، وكان يرى أنه من الواجب ألا يفقد المرء وقته عبثا في المنفى. ولهذا قرر أن يقوم بدراسة فن الخطابة، فالتحق بأحد المدارس بأحد أفضل مدارس البلاغة التي كان يديرها في جزيرة رودس آنذاك المحاضر أبولوني المعروف باسم مولون. وهكذا أبحر قيصر تحيطه حاشية طريق بنبيل روماني متجها صوب جزيرة رودس. تميز الفتى بين المسافرين وجذب إليه الانتباه بهيئته الأرستقراطية، فضلا عن سلوكه الذي اتسم بالكبرياء أو بالغرور، فلم يكن يشارك فيما كان يدور حوله من مناقشات. كان صموتا منغمسا في أفكاره. استمرت الرحلة بمحاذاة ساحل شبه جزيرة بليو يونيسيون دون مغامرات تذكر، على أنه ما إن تجاوزت سفن جزيرة فارماكوزا الواقعة بالقرب من الشواطئ الصخرية لمنطقة كاريا حتى شوهد من فوق سطحها عدد من القوارب تسير متبعة السفينة ذات الأشعة. عادي شرح لنا إيه اللي حصل في المعركة. المهم عندما أدرك القبطان وضعه البائس أمر بطي الشراع الصغير ووقف على ظهر سفينته في انتظار ما سيسفر عنه تطور الأحداث. وعما صعد القراصنة على ظهر السفينة، وعلى الرغم من الاستقبال المسالم الذي قوبلوا به فإنهم تصرفوا بكل صلف، اللي هو في العادة يعني خلاص يعني انت مش هتقدر تهرب منهم، اهدى كده وما تدخلش في معارك تودي الناس في داهية وتعمل حياتهم. وفي العادة روما في الموقف دي كانت بتدفع، في الوقت ده كانت بتدفع للقراصنة، وده خطأ قاتل تاريخيا. عموما في الوقت الحالي في دول كتير فهمته بقت تقولك احنا ما بنتفاوضش مع الارهاب وما بنتفاوضش مع القطف، لان ده بيساعدهم ان هم ينفذوا عمليات اكتر. وانا مع الرأي ده، فكرة انك ما تتفاوضش، خلاص اللي اتخطف اتخطف، اللي راح راح، نركز في اللي جاي. تصرفوا بكل صلف وغطاسة، تقدم رئيسهم. وهكذا كان من الممكن الحكم على منزلته من نبرة صوته. الأميرة تقدم من قيصر الذي لم يقطع قراءته للحظة واحدة وأخذ في الدوران حوله. طبعا قيصر كان بيقرأ كتاب، فهو شافه قاعد يلف حواليه، وطبعا ممكن تكون دي كلها قصة ما حصلتش يعني، بس ده اللي اتنقل. لما ينبص الشاب ببنت شفاه ما قالش ولا كلمة. طبعا دي من المترجم المصري، ما اعتقدش من المترجم، لا ما اعتقدش ان الروسي عندهم بنت شفاه. بنت شفاه دي كلمة عربية. وبعد ان نمك القرصان بنظره بعد أن نمك القوسان بنظرة ملؤها الاحتقار، عاد ليواصل قراءته. ولما وجد أحد الركاب أن الموقف يزداد توترا، اقترب من الرئيس قائلا: هذا النبيذ يدعى يوليوس قيصر وهو سليل واحدة من أعرق الأسر. توجه الرئيس مرة أخرى إلى قيصر وسأله بغضب: كم ستدفع مقابل حريتك وحرية الآخرين من رفاقك؟ أي أنه لم يتلقى ردا على سؤاله، فاستشاط غضبا وصاح: ماذا بك؟ كان قوسان من الطمع، بحيث انه لم يكن يود ان يفقد مبلغ الفدية بسبب غرور ما، فامسك عن هجومه على الروماني واخذ في التشاور مع رفاقه بشأن التوصل الى اتفاق. قال احدهم: لو كنت مكانك لطلبت 10 تلنطات. فقال الرئيس مقاطعا: هذا قليل للغاية، لعلي مضاعف الصفقة. وفي هذه اللحظة اصابت الجميع الدهشة عندما خرج قيصر عن صمته وانضم الى المساومين موجها حديثه الى قوسان ساخرا: 20 تلنت، انك تمارس مهنتك على نحو سيء، فلو كانت لديك بعض الخبرة أكثر لأدركت ببعض الحساب المتواضع أنني أساوي ما لا يقل عن 50 تالنت.
إنها المرة الأولى التي يقابلون فيها أسيرا يضاعف فديته، على الرغم من أن المبلغ المطلوب كان ضخما بمقاييس ذلك الزمان. ومش أعتقد بالنسبة له هو كان بيقيم نفسه، هو شايف نفسه بيساوي 50 تلنت. يعني عيب إنك تخطف يوليوس قيصر وتطلب 10 تلنتات ولا 20 تلنت. يعني معلش، ما انت لما تروح تخطف شخصية مهمة، مثلا مين، اي حد مش هنقول اسمه، ملياردير كبير، وتروح تطلب 2 من 3 مليون جنيه، مبلغ قليل يعني، ما تجيش مجهودك، انت واقف في ايديك حاجة كبيرة اطلب مبلغ كبير. لما يجد الخوف طريقا الى نفس قيصر وهو الذي اعتاد حياة الراحة والتعب، ده عادي يعني. أكسبت السمات الشخصية الخارقة والسلوك النادر لأسير، أكسبت قيصر احترام ودهشة أعدائه، بينما راح هو يسعى قدر جهده للتعرف عليهم من خلال مراقبته لعاداتهم ودراسة شخصياتهم. كان يوليوس قيصر ينسب باهتمام إلى قصص مغامرات القراصنة. وذات يوم ألقى ببعض كلمات دخلت التاريخ، قال قيصر: سيأتي يوم تقعون فيه جميعا في قبضة يدي، كونوا على ثقة بأني سأقوم بصلبكم، سواء جزاء ما اقترفتموه من جرائم أو لغبائكم، تذكروا ما قلته لكم واعلموا أني امرؤ أوفي بالعهد. وهي دي الكلمة اللي دخلت التاريخ: اعلموا أني رجل يوفي بالعهود. وبعد مرور 28 يوما في مخبأ القراصنة، عاد المبعوثون بنبأ مفاده أن الفدية وقضاء 50 تلنت قد وصلت، وهي في حيازة حاكم مدينة ميليت. وعلى الفور قام القراصنة بنقل الأسر إلى ميليت، حيث استبدلوا بهم الفدية المبعوثة. وما إن حصل قيصر على حريته حتى قرر أن يحقق نبوءته، فتوجه إلى حاكم المدينة بطلب منه أن يقدم له 4 زوار بحرية و500 جندي. وهنا القاصنة كانوا وقعوا في الفخ اللي هو نصبه لهم من أول لحظة. 50 تالنت مبلغ ضخم يطمع أي حد، يقول له تعالى أنا راح أقبض على القاصنة وأرجع الفلوس وليك نسبة، كان هيوافق إن هو يدوله السفن ويدوله الرجال. بعد أن تسلم قيصر السفن اتجه بها نحو فرمكوزة، وكما هو متوقع فقد بغت القاصنة في وقهم أثناء احتفالهم لحفل ماجن. إقامتهم لحفل ماجن أقاموه بمناسبة إقسامهم للغنائم. لم يكن القراصنة السكارى في حالة تسمح لهم بالمقاومة، فاستسلم منهم 350 لصا، طلبوا العفو من المنتصر. عدد قليل من الذين لم تدر الخرم برؤوسهم استطاعوا الفرار. أطلق قيصر سراح الأسر الذين كانوا موجودين بسجن الجزيرة واستعاد مبلغ الفدية. بعدها توجه إلى بيرجام، حيث يوجد القاضي الروماني لآسيا الصغرى منطقة تركيا. عرف قيصر بمجرد وصوله إلى برجام أن القاضي يقوم بجولة يتفقد فيها المناطق الواقعة تحت إمرته، إذ أن هذا القاضي كان هو الموظف الروماني الوحيد في الإقليم الذي كانت له صلاحيات إصدار أحكام الإعدام. ومن ثم أمر قيصر بحبس القراصنة وتكبيلهم بالأصفاد وإيداعهم حصن المدينة. أما هو فاتخذ طريقه بحثا عن القاضي. وجد قيصر القاضي، ولكن الإحباط كان حليفه، إذ أن هذا الموظف لم يكن لديه أي ميل لأن ينزل بلصوص البحر عقابا قاسيا. القاضي كان بيقول له: ولما هذه العجلة؟ ما إن أعود إلى برجان حتى أبحث أمر عقد محاكمة لهم، ولست أرى في مثل هذه الحالة ضرورة لاتخاذ إجراءات قاسية للعقوبة. سوف يدفع تجار إقليمي تاجر إقليمي الفدية للقراصنة في مقابل أن يقوم القراصنة بالإغارة على لن يقوم القراصنة بالإغارة على السفن. فقيس قال له: لكن الأمر على هذا النحو يقوم بمثابة صفقة مع اللصوص. هكذا صاح قيصر باستياء، بينما أجاب القاضي بهدوء: نعم إنها كذلك، لكن الحرب معهم تكلف أكثر. قال قيصر بإصرار: وكيف سيكون الأمر مع هيبة الدولة؟ عندها أعلن القاضي قائلا: تستطيع الدولة من أجل الحفاظ على السلام والرخاء أن تسوي بعض المنازعات بالطرق الدبلوماسية دون أن ينتقص هذا شيء من هيبتي. مرة تانية هنا تنفيذ القانون، عدم تنفيذ القانون، وإن المجرم يحس إن ليه مخرج وإن ممكن يعمل اتفاق أو ممكن يعمل ديل أو ممكن يعمل صفقة، هيشجعه على الإجرام أكتر. فكرة إنك قبضت عليهم بتنفذ فيهم القانون، بتنفذ فيهم العقوبة، والناس بتحس
ان العقوبات اللي بيصدرها القضاء بتتنفذ، ده بيدي للدولة هيبتها وسلطتها. يوليوس قيصر طبعا اللي يعرفه ما استسلمش، ودع يوليوس قيصر القاضي بعد أن تأكد من فشل مساعيه وأسرع عائدا إلى المدينة. لقد قرر أن يضع الموظف الروماني أمام الأمر الواقع. أعلن قيصر أنه تلقى تفويضا خاصا من الديكتاتور نفسه بتنفيذ حكم الإعدام. قال لهم الديكتاتور سولا نفسه بعت لي اعدموا الناس دي وأعدمهم. بناء على أمر النبيل الروماني تم إعدام جميع القراصنة 350، أما 30 رئيسا فقد جرى صلبهم. وقد ظهر قيصر نفسه في المكان الذي جرت فيه مراسم الإعدام ليلقي مرة أخرى وأخيرة خطابا أمام جمهور من القراصنة. بدأوا بقوله: لقد قررت أن أكون متسامحا معكم للمعاملة الطيبة التي أبديتموها نحوي إبان أسري. لقد راودني إحساس كريه بأنكم سوف تعتبروني وأنتم تفارقون الحياة إنسانا قاسيا، ولهذا قررت إعدامكم قبل صلبكم. انتهى الإعدام وواصل قيصر رحلته إلى جزيرة رودس، وكأن شيئا لم يكن، ونجح في الالتحاق في الوقت المناسب بمدرسة البلاغة العظيمة التي أنشأها أبولوني. أي أنه بعد الموت المأساوي لقيصر في 15 من مارس عام 44 قبل الميلاد، طبعا في مجلس الشيوخ لما قتلوه السبعة اللي كانوا حواليه، عاد القراصنة يطلون برؤوسهم من جديد. كانوا يزدادون جراءة وقوة كلما تراخت قبضة الإمبراطورية الإمبراطور الجالس على العرش. هو الموضوع ملوش علاقة بروما، هو ليه علاقة بأي حكومة موجودة في الدنيا. لما بتتراخى قبضتها، لما بيكون الحاكم ضعيف، بتظهر فرصة للصوص، بتظهر فرصة للمرتزقة، بتظهر فرصة للرعاع إن هم يطفوا على السطح والجريمة إنها تنتشر. فالحاكم القوي اللي بينفذ هيبة القانون، اللي بينفذ القوانين على أي حد، طالما القانون خرج واتعرف والناس عرفت إن في حكم على شخص ما بشيء ما ولقوه اتنفذ، الكل هيخاف، الكل هيرتدع، الكل هيهاب الدولة ويعمل لها ألف حساب. لقوا في مخرج، لقوا في صفقة، لقوا في اتفاقات، لقوا في ما يعرف التنفيذ، والله ممكن نخرج مش عارف منها بإيه. هيبة الدولة بتقل، الكل بيتجرأ عليها، الكل بيحاول ان هو ينهش في لحمها. حتى لو دولة كبيرة، يعني في عصرنا الحالي اكتر جنسية بيميل اللصوص والخطافين والقراصنة ان هم يخطفوها الجنسية الامريكية. ليه؟ لان دي اكتر دولة عندها استعداد تدفع. هو بالنسبة له لو خطف واحد مصري في أوقات كتير مصر ما بتتفاوتش، في أوقات مصر بتتفاوت وبتدفع فدية، بس في أوقات كتير مثلا مصر ما بتتفاوتش، ولو اتفاوضت مش هياخد مبلغ كبير. ف كبر دماغك منهم. لكن الأمريكان بيتفاوضوا وبيدفعوا وبيدفعوا مبالغ كبيرة والموضوع بيجيب همه. فأنت تخطف واحد أو اتنين أمريكاني، كل رئيس أو كل حد عايز يبقى ليه دور سياسي كبير هيتدخل في الصفقة عشان يطلع يقول له قدام الشعب الأمريكي: والله أنا قدمت لكم الصفقة الفلانية وحررت لكم الشخص الفلاني اللي كان مأسور في البلد الفلانية أو عند الجماعة العلانية. وبالتالي أصبحت الجنسية الأمريكية هي أكتر جنسية مطلوبة للخطف. عموما مش عايزين ندخل في كلام سياسة، ولو إن الحلقة لأنها بتتكلم عن القرصنة، والقرصنة هي نوع من أنواع السرقة زي ما نقول عليها، نوع من أنواع السطو والمسلح والاختطاف، فبالتالي بتدخل الأمور كلها ببعضها. عرفنا في الحلقة نوع من الإغريق بالنسبة للكاتب، كانوا مشهورين بالقرصنة. طبعا الكاتب روسي، ومعروف إن في العصور الوسطى كان السلاف والفايكنج أو حلقة من الحلقات حطيتهم كلهم جنس واحد، هم شبه بعض أساسا، السلافيين والفايك. السلافيين اللي هم أسلاف الروس القدماء أو الروس القدماء نفسهم، والفايكنج كانوا أشهر قراصنة. فالموضوع له علاقة بتاريخه أصلا.
كان شايف ان الاغريق هما كان اشهر قراصنة في الوقت ده، وطبعا نسب الحكايات والقصص القديمة ليهم. وطبعا لو اللي يعرف تاريخي بعرف ان اغلب البدو او اللي بيعيشوا عيشة قبلية او عيشة القبائل بيبقى فكرة السلب، الغزو اللي هو الاعتداء على الاخرين، جزء من الثقافة. يعني انت ما تقدرش تقول عليها حاجة غلط، وزي ما قلت لك ده كان منتشر في العرب قبل الاسلام، فالقبائل العربية كانت بتغير على بعضها عشان تاخد الاسلاب وتاخد الاكل والشرب، وبتغير على القوافل وتهاجمهم عشان ده مصدر رزق بالنسبة لهم. ف أنا مش شايفة حاجة يعني لها علاقة بالتاريخ الإغريقي، مجرد ما الدولة ما بتقوم الأشياء دي كلها بتقل. عموما أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى ما تكونش طولت عليكم. عرفنا كم مغامرة عن القراصنة في العصر القديم، مش في العصر القديم قوي، احنا بنتكلم في الألف الأخير قبل الميلاد، أو بخصوص في آخر 200 سنة قبل الميلاد في عصر الدولة الرومانية. ده الجزء اللي فيه حوادث كتير. إلى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.